سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا شكرا. والله عم يزيد كان متشوق أنه يتلاقى معكم بالرغم من تأخر الطائرة لأسباب مناخية سوء الجو، ولكن عملنا مجهودنا باش نتلاقوا معكم لأنه كنا عارفين أنكم كذلك متشوقين أنكم تتلاقوا مع عمو يزيد. إذن عمو يزيد فرحان بزاف اليوم معكم اليوم وتغنوا كامل معايا، ولكن قبل ما نروحوا نغنوا الأغاني حبيت نختبر المعلومات تاعكم. شكون لي يقول لي يا أطفال وحنا في هذا الموسم الجميل هذا وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ شكون اللي يعرفوا؟ نبولة شوف الأطفال، شوف الأطفال، شوف الشطرة هذه، واسمك بنتي؟ شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ شحال هكذا؟ شحال؟ سبع. خمس سنين. خمس سنين والشاطرة هكذا؟ عطونا تصفيق عليها، عطونا تصفيق عليها. الله يبارك. وقتاش بنتي اليوم العالمي للحماية المدنية؟ وقتاش؟ نسيتيه. شوف الشاطرة اللي قدامها. واسمك بنتي؟ نهلة. واسمك؟ نهلة. الله يبارك. شحال في عمرك؟ تسع سنين. تسعة. الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 14 مارس. لا هذاك اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. شكون اللي يعرف؟ شوفي الشطرة هذه. واسمك بنتي؟ ثاني سيرين. واسمك؟ والثاني سيرين. سيرين. الله يبارك. شحال في عمرك سيرين؟ 11 سنة. الله يبارك. وش هو الجواب؟ 24 مارس. لا 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 لا، ماشي 24 مارس. شكون اللي يعرف؟ شوف منا، شوف لنا، شوف شوف الشاطر هذا. واسمك؟ عبد الإله. عبد الإله؟ بن جلول. بن جلول عبد الإله؟ إيه. الله يبارك. شحال في عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة؟ إيه. الله يبارك. وش هو الجواب؟ 15 مارس. لا 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 لا، اليوم العالمي
للحماية المدنية. شكون؟ شوف الشطر هذا. واسمك ولدي؟ جاب الله عبد الرحمن. عبد الرحمن الله يبارك. وقت الجواب؟ 26 مارس. لا 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 ماشي 26 مارس. اوكي شوف الشطرة هذه. واسمك بنتي؟ مروة. مروة؟ ايه. شحال في عمرك؟ 11 سنة. هاكي فرحانة لك هنا؟ فرحانة اللي جا عمو يزيد؟ ايه. عمو يزيد أسعد أسعد. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 1 مارس. 1 مارس برافو. تعالي 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 بنتي. تعالي بنتي تعالي تعالي. شاطرة الله يبارك. شحال جبتي المعدل؟ 16. واو 16. تفيق عليها تفيق عليها تفيق عليها تفيق عليها. عاودي ذكريهم باسمك. ملك مروه خيشه. اسمك طويل. عاودي لنا اسمك غير بشويه. اسمك طويل. ملك مروه خيشه. الله يبارك. تحبي نعيطوا لك ملك ولا مروه؟ مروه. مروه بصح انت يا ملك بنتي. خلينا نعيطوا لك ملك. الله يبارك. ربي يستركم ان شاء الله وربي يحفظنا ولادنا ويكبروا على الدين والطاعة إن شاء الله يا ربي. إذن مروة أعطيني الهدية تاعها. حنا نحب الأطفال الشاطرين. رامي راعي برنامج عمو يزيد وراعي هذا الحفل يهديك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها بنتي. إن شاء الله. الله يخليك. تفضلي بنتي تفضلي. شكرا 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 يا أطفال. حبيت اليوم معكم نديروا التفاتة بسيطة للناس اللي ما عندهمش مأوى. على بالكم باللي كان على غرار الناس الفقراء اللي ما عندهمش بيوت وكامل يسكنوا في بيوت قصديرية يسكنوا. كاين ناس لا غالب وكاين كذلك ناس في العالم مشردين لاجئين على بالكم الحروب. لذا احنا دائما دائما نطلبوا الهنا. الهنا مهم جدا لأن الحروب كما تشوفوا في العالم كامل تخلق أطفال مشردين أطفال بدون مأوى. عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها بيتي بيتي. تغنوها كامل معايا. وهذه التفاتة للأطفال اللي ما عندهمش مأوى. ربي إن شاء الله يشوف فيهم يا أخي. يلا إذن بيتي كامل. لا بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت. بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت. في فناء المنزل أرنب لونه أبيض لو تدري. يجري في فرح يلعب كم يهواك للجزري. في فناء المنزل أرنب لونه أبيض لو تدري. يجري في فرح يلعب كم يهواك للجزري. بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت. بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت. خلفها كتكوت يجري وصياح الديك يدوي من بعد طلوع الفجر. في فناء البيت دجاجة خلفها كتكوت يجري وصياح الديك يدوي من بعد طلوع الفجر. بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت. بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت. في بيتنا توجد شجرة فوقها عصفور جائع يأكل من غصنها ثمرة في يوم مرح رائع. في بيتنا توجد شجرة فوقها عصفور جائع يأكل من غصنها ثمرة في يوم مرح رائع. بيتي بيتي أحلى.
أحلى بيتي ولدت وتربيت بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت صفراء اللون جميلة وحمام صوته أحلى جاء إلى عشه ليلى في فناء المنزل قطة صفراء اللون جميلة وحمام صوته أحلى جاء إلى عشه ليلى بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت شكرا 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 يا أطفال. من منا ما عندوش الحنين للبيت الذي ولد فيه وترعرع فيه الذكريات؟ دائما الإنسان عنده ذكريات، عنده حنين، حنين خاصة للطفولة. يا أخي الأولياء للطفولة عندكم حنين؟ اللي عنده حنين للطفولة يرفد يده. الأولياء من فضلكم من فضلكم فوالا. حنين للطفولة، الطفولة البراءة، الطفولة لانسوسيونس، يعني ما عندناش على ماش نخمو كي نكونوا صغار والدينا يخمو علينا. يا أخي أطفال، بابا شري لي هذه، بابا حبيت هذه، ماما حبيت هذه، ماما ما حبيتش ناكل هذه. يا اخي ولكن واش لازم نديروا على الاولياء اللي يفكروا فينا؟ طاعه الوالدين يا اخي مهم جدا يا احبائي. انا حبيت اليوم نتناول معكم موضوع اخر. هذا الموضوع على بالكم يا احبائي باللي في المجتمع، في المجتمع كاين دي براتيك، كاين اشياء نقوم بها كل يوم. هذه الاشياء وكان ما تكونش راضخه لقوانين معاملاتيه تكون فوضى في المجتمع. واش هو اول مبدا في المجتمع؟ هو الاحترام، احترام الغير، احترام بعضنا بعض، مهم جدا جدا جدا. إذن يا أحبائي لازم نحترم بعضنا بعض. عمو يزيد دار لكم أغنية نغني فيها على الفعل الحضاري، لوسيفيزم. واش هو الفعل الحضاري؟ هو أنك تعامل الناس كما تريد أنهم هم يعاملوك. مثلا تحب الإنسان يكون لطيف معك، لازم أنت تكون لطيف مع الناس. تحب الإنسان يحترمك، لازم أنت تحترمه. هذه معادلة واضحة يا أحبائي. في المجتمع كلش متبادل، تبادل الاحترام. يا أخي أي حاجة تفتقدها في المجتمع عرف باللي أنت سبب فيها. علاش؟ لأنك أنت الأول اللي لازم تبدأ بهذاك الشيء. إذن عمو يزيد ينتظر منكم أنكم تكونوا مواطنين صالحين، وهذا بالفعل الحضاري. الفعل الحضاري أنك ما ترميش. مثلا تمشي في الطريق هكذا وتشوف في الأرض هكذا مثلا الكوارت ولا حاجة، أي حاجة هكذا مرمية، لازم تدير في بالك إذا كان أنت وأنت وأنت وأنا ما نرميش ما راحش نصيبوا هذاك الوسخ في الأرض. يا أخي يا أحبائي لازم نعتني بالطبيعة ولازم يكون عندنا تصرف حضاري. عمو يزيد دلكم هذه الأغنية تاع الفعل الحضاري، تغنوا معايا كامل. طفلي إن أوصيك فاسمع. يا أخي يلا معايا. طفلي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان وعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. طفلي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان وعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. لا تكسر شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان، لا تؤذي الحرث والزرع واتركه ينمو بأمان، واتركه ينمو بأمان. لا
تكسر شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان. لا تؤذي الحرث والزرع واتركه ينمو بأمان، واتركه ينمو بأمان. ابني أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. احذر من تلويث المال، يصلح للشرب والغسل، واستعمل دوما إناء، ولا تكن طفلا مهمل، ولا تكن طفلا مهمل. احذر من تلويث المال، يصلح للشرب والغسل، واستعمل دوما إناء، ولا تكن طفلا مهمل، ولا تكن طفلا مهمل. ابني أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. النفايات لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات، فامسكها حتى ترميها في سلات المهملات، في سلات المهملات. النفايات لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات، فامسكها حتى ترميها في سلات المهملات، في سلات المهملات. ابني أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. برافو 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 برافو. احذر من تلويث الماء، ليصلح للغسل والشرب، واستعمل دوما إناء، ولا تكن طفلا مهمل. برافو، حفظت الأغنية. إذا يا أحبائي، كما يقول عمو يزيد في الأغنية، الأخلاق هي العنوان. لازم تكون طفل متخلق، لازم. على بالكم في المجتمع تاعنا الناس شكون يحبوا، الطفل الخلوق ولا الطفل اللي ما عندوش اخلاق؟ شكون اللي يقول الطفل الخلوق يرفد يدو؟ الطفل اولياء شاركوا معنا. الناس تحب الطفل الخلوق اللي عنده اخلاق، اولياء اللي عنده اخلاق، اولياء اولياء. برافو. اذا يا احبائي، المجتمع والأولياء والعائلة والمدرسة ينتظر منكم أنكم تكون عندكم أخلاق عالية. يا أحبائي، الإنسان في المجتمع، الإنسان بالمرات على بالكم ربي سبحانه كيقول ذكر، فإنما الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العظيم، ما هيش هكذا برك، لأنه الإنسان محتاج الناس توجهه، محتاج الناس تفكروا. انتم تاني يا احبائي لازم تاخذوا الراي تاع والديكم، تاع المعلمين والناس اللي يحبوكم، لانهم يحبوا لكم الخير. الانسان محتاج توجيه في المجتمع، وحنا اليوم رانا هنا باش نتكلموا على هذه القيم، باش تخلي المجتمع تاعنا يعيش مرتاح. كاين شيء مهم جدا، عمو يزيد يحب فعل الخير. انتم تاني تحبوا فعل الخير؟ تحبوا فعل الخير؟ الخير مهم جدا يا احبائي. ما لازمش الانسان يبات شبعان ويرقد وجاره جوعان. مهم جدا حقيقه، الانسان بالمرات ينسى، ولكن لازم نفكروا في المحتاجين. واما السائله وأما السائلة، شكون اللي يقدر يقول لي وأما السائلة فلا تنهر، من أي سورة وأي آية؟ رقم الآية كذلك، رقم الآية. سؤال أصعب من الأول، اسم السورة ورقم الآية. بلبل، شوف الشاطر هذا، واسمك وليدي؟ دراجي.
درجة اسم لقبك؟ اسمي. اسمك واللقب؟ بوزيد. بوزيد، بوزيد الرجي، الله يبارك. شاطر في الدراسة. من أي سورة هذه الآية؟ سورة ألم شرح. لا 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 لا. شوف الشاطرة هذه، هذه 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 الشاطرة. واسمك بنتي؟ اسمي شاهيناز. واسمك؟ اسمي شاهيناز. شاهيناز، شحال في عمرك شاهيناز؟ 12. 12 يوم؟ 12 سنة. سنة، عمري 12 شهر. شاطرة في الدراسة؟ نعم. اوكي. من أي سورة هذه الآية؟ سورة الضحى. سورة الضحى، برافو 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 برافو. رقم الآية؟ 10. لا لا. لا لا. لا لا. تعالي تعالي، اروح اروح، تعالي تعالي. ما نقدر، انا والله على بالي وكان الهديه، لانه عندنا هديه واحده برك، وهي جاوبت على اسم الصوره، واحده اخرى جاوبت على اسم الايه، وعلى بالي حتزعف. تزعفي كما عطوكش الهديه؟ لا لا ما تزعفيش، الله يبارك، متسامحه. شكون اللي قال سوره الضحى؟ معليش جاوبونا رقم الايه. لا لا نقول، قالت لي 11، قلت لها لا لا، قالت لي شحال، نعطيك انا الجواب. لا لا. لا 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 لا، معليش معليش معليش. برافو برافو برافو، عرفها. اروح تعال، ما نعطوكش هديه بصح اروح على الاقل نتعرفوا عليك. تعال، واسمك وليدي؟ حسام. شحال في عمرك؟ 9. في عمرك 9 سنوات؟ 9 ايام؟ سنوات ولا أشهر؟ سنوات، الله يبارك. شاطر في الدراسة؟ الله يبارك. تفضل وليدي، مرحبا بك. أو قالها، قلنا الآية الضحى، ورقم الآية 9. برافو برافو، تفضل تفضل وليدي. يلا معليش، شاطر. قعدي 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 معايا، أعطيني الهدية تاعها. أنت شاطرة، شحال جبتي المعدل؟ جبت 7 على 10. الله يبارك، 7 على، تصفيق عليها تصفيق عليها، باينه الشاطره. اذا بنتي رامي، راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهديه ان شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو بنتي العفو، تفضلي تفضلي. اذا يا احبائي، اما السائله فلا تنهر، واما اليتيمه فلا تقهر. بالمرات في الخير في الصدقه، حتى إذ أخذت بسائل وما عندكش باش تتصدق، فابتسامة تكفي. يا أخي أطفال، ما لازمش نهر السائل، شيء مهم جدا. مجتمع تاعنا محتاج لهذه القيم اللي تربينا عليها وربونا عليها جدودنا. عمو يزيد دالكم أغنية نقول فيها: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس. يلا تغنوا كامل معايا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إلا
ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة. فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة. فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات. لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات. لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالابتسامة صدقة. يا أحبائي، القيم مهمة جدا في المجتمع. ما لازمش نتقلقوا، ما لازمش نزعفوا، الإنسان يكون متسامح. يا أحبائي، شكون اللي جاب معدل أكثر من 9/10؟ ما كانش كاين. أنا نعرف أطفال تقول تقرأوا مليح. شكون جاب معدل أكثر من 9؟ أوكي. شكون اللي جاب أكثر من 16/20؟ 16/20. أوكي. على بالكم علاش؟ تعموا يزيد سقساكم شكون اللي جاب معدل مليح، لانه الاولياء اكدوا لي على هذه. الاولياء اجمل هديه تقدر انت تقدمها لوالديك هي النجاح في الدراسه. الاولياء يا اخي، الى راكم موافقين معايا رفدوا يديكم. الاولياء اجمل هديه تقدر تقدمها لوالديك هي النجاح في الدراسه. الله يبارك. يا أحبائي، أجمل هدية هي المثابرة في الدراسة. عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها: اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع إيده. كي يقول الشاطر يرفع إيده قاعد ترفضوا يديكم، هنا لازم تقعدوا. ولا الشاطر يرفع إيده 20/20 والناجح هذا عيده. إذن الشاطر يرفع ايده كامل، تغنوا معايا. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20/20 والناجح هذا عيده. يلا معايا. والشاطر يرفع ايده 20/20 والنجح هذا عيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20/20 والنجح هذا عيده. والنجح هذا عيده. أول سؤال والعزل من يريده، أنتو
جمل الغد رجال يشموا الوطن قيدوا سين أول سؤال والعزل من يريدوا أنتم للغد رجال يشموا الوطن قيدوا عشرين على عشرين والنجاح هذا عيدوا والنجاح هذا عيدوا نلبي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيدوا نلبي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيدوا والنجاح هذا عيدوا على عشرين والنجاح هذا عيد والنجاح هذا عيد نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيد نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيد والنجاح هذا عيد والنجاح هذا عيد والنجاح هذا عيد نلف الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيد نلف الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيد والنجاح هذا عيد والخير في تحميده شكرا ألف شكر زيدوا فأكثر زيدوا حمدا لله أكثر والخير في تحميده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده نلفي الصف اثنين الشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده نلف الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده نلف الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده يزيد عن هذه الحفلة وأتمنى أن يعود لنا مرة ثانية. شكرا على هذا الحفل الجميل والرائع في هذه الأيام مع العطلة الربيعية. عمو يزيد وكانت فرحة غامرة وحتى الجو معنا كان مساعد لهذه الأمسية أو الصبيحة ونشكر كل القائمين على هذه
أو لإنجاح هذه الفكرة وأيضا إنجاح هذه الثغرة. حدك يا عم يزيد. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر عمو يزيد على هذا الحفل المتواضع لأبنائنا، إن شاء الله تكون فرص أخرى إن شاء الله وبأماكن أوسع من هذا. والسلام عليكم. نحبك عم يزيد، كل عام بخير. جيت مع ماما وأختي وعجبني الحال، ونشكركم لأنكم لبيتوا دعوتنا لعمو يزيد، ونشكركم.